معنا هنا الأستاذ سعد من قسم الصيانة والتشغيل. أستاذ سعد، عرفنا عن تركيب المايكروفون. يكون تركيب الميكروفونات الطريقة هذه، كل لون مع اللون تبعه، يعني اللون الرصاصي مع اللون الرصاصي، الأزرق مع الأزرق، تقريبا كلها 9 أسلاك، كل لون في مكانها. بعدين حنكون تركيبتنا عن طريق السجادة، نفس الطريقة، كل لون مع نفس اللون حقه. بعدين حنكون ناخذ تجارب بالمايك، حنكون متواصلين مع المشرفين، مع المهندسين فوق، نتواصل معهم على الاستندات عشان ناخذ تجارب داخلية الصوت. بعد الانتهاء من تركيب المايكروفونات، الآن ننتقل إلى مرحلة اختبار أداء الصوت. طبعا هناخد تجارب الميكروفون 1 2 3 4، حيكون في صوت داخلي عبر المكسرات فوق. حناخذ التجارب، اولا حيكون هذا الميكروفون الاساسي، هذا الاحتياط، وهذا الاحتياط الثاني. طبعا كله هذا برضو الاساسي، وهذا الاحتياط، هذا الاساسي. معنا هنا الأستاذ سالمين، مشرف تشغيل صوت في الحرم المكي الشريف. أستاذ سالمين، حدثنا عن الجهاز الكنترول وكيفية تشغيل الميكروفونات وأوقات تركيب الميكروفونات أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أنت كما شاهدتم، ننزل قبل الصلاة نص ساعة، نأخذ الميكروفونات الشباب متخصصين في الميكروفونات، ويتجهون إلى مواقع الصلاة. عندنا موقع الجنازة، وعندنا موقع الصلاة اللي هو تحت المكبرية كالمعتاد، وتبدأ تشبيك الميكروفونات من المخرج اللي تحت المكبرية كما بتلاحظ عن طريق الكاميرا. تلاحظون ميكروفون الإمام تلاوة وركوع وسجود، يتوصل في المخرج اللي تحت المكبرية. ممكن نوضح لكم إياه، هذا المخرج حق الصوت يتوصل فيه الميكروفونات. طبعا الأساسي الأحمر والركوع والسجود، بعدين يجينا الاحتياطي أصفر ركوع وسجود، ويجينا الأزرق احتياطي الاحتياطي ركوع وسجود تلاوة وركوع وسجود. هذا المخرج متوزع في الحرم يمكن على 7 مناطق للصلاة و3 مناطق للجنازة. المؤذن ولعوا اللمبة، هنطلع بالصوت للمؤذن اللي هو مطاف وأدوار، مطاف وأدوار مؤذن. ناخذ الوزنية حق الشيخ عماد، والحين باقي له تقريبا يمكن ثواني ويطلع الأذان. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.
كما شاهدتم قفلنا الميكروفونات حق الإمام المطاف وأدوار وطفينا اللمبة اللي ما كنا على الهواء مباشرة. عندما يتحرك الإمام إلى موضع الصلاة نفتح هيش اللمبة ونطلع بصوت للمؤذن هنا الأوت وهنا لين وننتظر الإمام يتجه إلى السجادة ثم نرفع الصوت حق الإمام مطاف وأدوار على المستوى المحدد بعد كده الإن نطلع وننزل معه بالتلاوة وركوع وسجود في أثناء التكبير. في ميكروفونات خاصة للإمام وميكروفونات خاصة للمؤذن، فهذه ميكروفونات المؤذن الموجودة في المكبرية، وهذه اللي هنا موجودة ميكروفونات خاصة للإمام. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا